صار وياي موقف ما قدرت أحقق الحلم أو الهدف اللي كنت أريده واللي بنفسي، إنه تحملت مسؤولية ربيت ابن أخويا اللي هو أحمد. من لما ولد وإجى للدنيا من أخذته بحضني تمنيت يكون عندي طفل مثله مثل جمال وجهه، فأخذته وربيته، أعطيت المسؤولية، مسؤولية الأب والأم. هو تعود علي فما يقتنع أنه هو عنده أب وأم، لا، ماما دلال فقط. بما أنه أحمد كبر صار الوقت أنه أرجع وأوصل للحلم اللي كنت منتظرته من 4 سنين، وإن شاء الله من خلال برنامج عراق آيدل أقدر أوصل للحلم اللي أريد أحققه بحياتي. أنا أتمنى لك أنه تفرحيني من هسه تنطيني الخبر الحلو، من تطلعين وتقولي لي لجنة التحكيم انطتك الأوكي. إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى. قدها؟ أي قدها. يلا. أكيد. يلا. أهلا أهلا. يا مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. اسمك؟ هلا. دلال. عمرك؟ 23 سنة. من وين جاي دلال؟ من ديالة. من ديالة، يا مرحبا. ايش راح تسمعينا اليوم؟ يا ولت بيان، يا ولت بيان، يا ولت بيان. ايوه يا ول عنات بيان، عنات بيان، يا ول عنات بيان، اجار جار البيت يا عيوني يا عيوني يا ولي عنا تبين.